السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبيبتي وصديقاتي، مرحبا بكم معايا اليوم في قناتكم عالم المرأة العربية. اليوم حبيبتي جيت وجبت لكم الجديد، جبت لكم وصفة رائعة للبنات، صراحة وصفة جميلة جدا، وصفة للسيدات الصحراويات اللي معروفين بالأناقة ديالهم والجمال ديالهم والبياض والرطوبة وتوحيد اللون ديال البنات الصحراويات أو النساء الصحراويات. اليوم راني جبت لكم وصفة غزالة البنات، نتمنى أنكم تجربوها. وصفة اللفت اللي كتشوفوا قدامكم، اللفت حبيباتي اللفت لي فوائد عظيمة بالقشر ديالو، ماشي تنقيوها البنات. واحد اللون يعطي بياض رائع للجسم وللبشرة ديالنا، رائع يوحد اللون ويعطي رطوبة رائعة وبياض رائع البنات. نتمنى ان الوصفة ديال اليوم تعجبكم، وما تنسوش تكملوا لا فيديو حتى الاخر، ما تفرجوش يعني في الاول وتقولوا الوصفة ما جابتش واحد المفعول، تفرجوا في لا فيديو كامل وغادي تشوفوا المفعول ديال الوصفة. والوصفة للبنات لازم انكم تعملوها على الوجه وعلى الرقبة وعلى المناطق اللي عندكم فيها السواد مثل الركب والكوعين. وصفة رائعة. غندوزو للمكونات البنات. بالنسبة للمكونات خدينا اللفتة، يعني اللفت خدينا اللفتة وحدة، ما قشرناهاش، قطعتها لقطع مكعبات وعملتها في الماء تسلقات. شفتوا معايا البنات بهالطريقه هذه كيولي عندي اللفت ديالي لقطع مكعبات كيف ما شفتوا معايا في الفيديو بالقشر ديالو البنات. كندير ليه كميه بسيطه من الماء باش كيبقى عندي الفوائد ديال اللفت، ما كتمشيش ليا مع الماء كثير. لازم انكم تعملوا الماء اللي يغطي لكم اللفت ديالكم من الفوق، راه فيه فوائد بزاف البنات. نتمنى انه ما تبخلوش على هذه الوصفه هذه. غنشدوا هذه الكميه ديال اللفت ديالنا، غادي نقلبوها عندنا هنا في اناء كبير اللي غادي نتحكموا في الوصفه ديالنا، وغادي نعملوا ليه الياغورت. الياغورت الطبيعي يا البنات، الياغورت الطبيعي، دانون مسوس اولا كل البلاد وشنو كيسميوه، اولا الزبادي، المهم احنا كنقولوا له دانون مسوس او الياغورت الطبيعي. هذا هو اللفت ديالنا البنات، غادي نمعكو الوصفه ديالنا مزيان حتى ينسجم مع بعضها اللفت والياغورت الطبيعي. غنمعكم مزيان حتى يولي لنا على شكل كريمي. البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الماسك ديالنا على هذا الشكل. هذا كتمعكوه مزيان، كتعطيوه حقه من الوقت وكتمعكوه مزيان البنات بالقشر ديالو. كيف ما كتشوفوا القشر ديالو هو اللي ما كيساعدكمش انه يتمعك دغيا. هذه هي الوصفه ديالنا. دابا غادي نوضعوها فوق البشره ديالتنا، غنوزعوا واحد الكميه ونوزعوها على الايد ديالنا على هذه الطريقه البنات. كتوزعوها على البشره ديالكم وعلى الرقبه ديالكم البنات بالكامل، وكتخليوها البنات لمده 20 دقيقه في الوجه ديالكم، وممكن انكم تعملوها على الاكواع ديالكم وعلى الركب ديالكم، راه كتزول السواد اللي في الجسم ديالنا وفي المناطق الحساسه حتى هما، رائعه. كتخليوها مده ديال 20 دقيقه، من بعد ما كتساليوها 20 دقيقه كديروا واحد الحركات دائريه يعني بهذه الطريقه. هذا كتحاولوا انكم بحال كتعملوا قماش للبشره ديالكم بلطف
بهذه الطريقه هذه كتعطيكم واحد الملمس حريري يا البنات. وقبل كل شيء يا البنات كنبغي نقول لكم قبل اي وصفه ما تعملوها في البشره ديالكم او الجسم ديالكم لازم البنات تغسلوا الوجه ديالكم بالماء والصابون، يكون الماء دافي او لا بارد ما كاينش يعني عادي. المهم تغسلوا الوجه ديالكم بالماء والصابون جوج ديال الخطرات باش تزولوا الاوساخ اللي العالقه بالوجه ديالكم والدهون اللي ساده لكم المسام ديال الوجه ديالكم. لازم انكم تغسلوا الوجه ديالكم جوج ديال الخطرات وتنشفوا الوجه ديالكم عاد تعملوا كل وصفه. الا بغيتوا البنات تستافدوا من الوصفات اللي كنعطيكم لازم تتبعوا هذه الطريقه هذا وهذا الروتين هذا، ومن بعد عاد تعملوا اي وصفه من الوصفات باش الوجه ديالكم البشره ديالكم تستافد من الفيتامينات ويكون المسام ديال الوجه ديالكم مفتوحه. ومن الافضل انكم تغسلوا بالماء والصابون والماء الساخن يعني يكون دافي شويه باش الوجه ديالكم يتحلوا المسامات ديالكم. ومني كتساليوا من الماسك ديالكم 20 دقيقه تديروا غوماج على هذا الشكل هذا تبركوا شويه باش يزولوا الخلايا الميته والقشور اللي عندكم في الوجه ديالكم الناتجه على هذا البرد هذا اللي في البلاد ديالنا. ومن بعد ما كتساليوا البنات كتزولوا الماسك ديالكم عادي بالماء وتغسلوا الوجه ديالكم وتمسحوه وترطبوا البشره ديالكم البنات بكريم مرطب. او لا ننصحكم انكم ترطبوا من بعد هذه الوصفه هذه بالضبط انكم تعملوا ماء الورد، ومن الافضل تكونوا وضعتوه من قبل في الثلاجه البنات باش يكون بارد شويه. من الافضل يكون بارد البنات وترشوه فوق الوجه ديالكم وتعملوا بحركات هكا بهذه الطريقه البنات تعملوا على الوجه ديالكم بهذه الطريقه هذه كتدوروا الدوره الدمويه في الوجه ديالكم بهذه الطريقه البنات على الوجه ديالكم. غتخلي غتعطيو الوجه ديالكم حقه بواحد المده ديال 5 دقائق وانتم كتوضعوا هذه الطريقه هذه. ومن بعد انكم كينشف لكم الماء الورد وهذه هي الوصفه ديالتنا البنات. نتمنى يكون نال اعجابكم الفيديو ديال اليوم. ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم ومرحبا بالبنات اللي عاد اشتركوا عندي في القناه، ما تبخلوش عليا بتعليقاتكم وبلايكات ديالكم وكنبغيكم كاملين ونتلاقاو في فيديو اخر. السلام عليكم البنات.